أهلا بكم وسهلا مشاهدينا الكرام إلى فقرة الحدث الأبرز والتي نخصصها لهذه الليلة للحديث عن الأمن والإعلام. فقد احتضنت قاعة المحاضرات محاضرات المركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية حلقة نقاش متخصصة تحت عنوان الإعلام الموريتاني في ظل التحديات الأمنية الراهنة. بدأت الحلقة بورقة تأطيرية قدمها محمد سالم ولداه مدير المركز، تحدث فيها عن أهمية الإعلام والإعلاميين ودورهم المحوري في الربط ما بين صناع القرار والرأي العام، منبها إلى أن الإعلاميين هم المستنبطون لما يدور في خالد الشعب من تصورات وهموم، يرغبون بأن يطلع عليها من هو في مركز القرار السياسي وفي الهرم الحكومي، مشيرا إلى أنه أصبح من اللازم على سلطة الصحافة وسلطة الدولة الوصول إلى مستوى مقبول من التعاطي المهني مع المعلومات، خصوصا منها تلك المرتبطة بمواضيع حساسة وخطيرة. مع التعليق على الموضوع أكثر محمد سالم ولداه مدير المركز، أهلا بك سيدي الكريم. أهلا مرحبا سالم. سيدي بداية، ما الهدف من تنظيم هذه الندوة؟ طبعا هذه الندوة تدخل في إطار اهتمامات المركز أولا وفي إطار برنامجه الشهري. لقد اقترحنا أن نتناول هذا الموضوع أولا لأهميته، ثانيا لتصدره للأحداث، ثالثا لأننا عشنا خلال الأسابيع الماضية حالة من الفلتان الإعلامي بعد هروب السجين السلفي منه. السجنه السجين المحكوم عليه بالإعلام. ما قصدك هنا عفوا سيدي، قصدك بالفلتان الإعلامي؟ الفلتان الإعلامي حيث أن الرأي العام تم توجيهه وفق معطيات من المعلومات، أغلبها معلومات مغلوطة، أغلبها أيضا معلومات قد لا تكون إيجابية، قد تكون سلبية في إطار عملية المتابعة والتحقيق. لا نعرف هل ذلك مقصودا من خلال الأجهزة الإعلامية أم أن الإعلاميين أنفسهم ساهموا في عملية يعني المغالطة في إعلامية هذه. على كل حال في موضوع كهذا يجب أن نكون مهنيين أكثر، ويجب أن نكون ملمين بمعالجة هذا النوع من القضايا، خصوصا أنه مواضيع قد تكون لها ردات فعل سلبية على المجتمع وعلى الدولة في أكثر من اتجاه. وبالتالي نحن طرحنا هذا الموضوع من أجل أن نساهم من خلال جمع يعني الكثير من الإعلاميين المتخصصين والمحللين كذلك، وأيضا بعض الخبراء الأمنيين في هذه الحلقة، لنطرح عليهم السؤال عن إسهاماتهم أو إمكانية أن يساهموا في عملية تأطير الإعلام في هذا البلد، خصوصا خلال معالجة هذا النوع من الموضوعات. طبعا هذا اهتمام بدرجة لا عليه أن يكون اهتماما حكوميا، لكننا نحن كمركز دراسات وكمهتمين بالشأن العام حاولنا أن نساهم بدورنا كجهة مستقلة بحثية مستقلة أن نساهم في طرح هذا الموضوع، علنا من خلال هذه الخلاصة التي سنتحصل عليها من خلال هذا النقاش الذي ساهم فيه هؤلاء الخبراء، نساهم في توجيه يعني أصحاب القرار وكذلك في توجيه الإعلاميين في عملية وفي مستوى التعاطي الذي يجب أن يكون بينهما في وضع كهذا. ما في رأيك ما هي التحديات التي تواجه الإعلام الموريتاني اليوم؟ على كل حال نحن عندما طرقنا الموضوع اخترنا له أن يكون تحت عنوان الإعلام الموريتاني في مواجهة أو في ظل التحديات الأمنية الراهنة. طبعا هناك تحديات أمنية كبيرة تواجه بلدنا كما تواجه بلدان أقوى منا وأعتى وتمتلك من الوسائل الكثيرة، وبالتالي علينا أن نحتاط لذلك ونكون على مستوى هذه التحديات. وأنت تعرف أن المعلومة اليوم الحرب اليوم الحرب اليوم هي حرب إعلامية بالدرجة الأولى، هي حرب تقنيات، هي حرب هذه الوسائط. أصبح المواطن يشارك في عملية التوجيه وفي عملية الإخبار بخلال أداة صغيرة بخلال هاتفه الصغير، وبالتالي عالم شاشة الصورة فيه تؤثر بشكل قوي. وبالتالي في مجتمع كمجتمعنا لا زال حديث العهد مع الحداثة ومع هذه التقنيات المتطورة، ولا زال إعلامه غير مؤطر وغير موجه وغير مكون بما فيه الكفاية. وبالتالي نحن نعيش نقلة جديدة من المستوى الجديد من التعاطي الإعلامي، يجب أن نكون على مستواها من حيث سواء كنا إعلاميين، وأيضا أنت يجب أن تكون الجهات الأمنية أيضا على مستوى فهمي أو تعرف الطريقة التي يمكن أن تتعاطى بها مع الإعلام بشكل إيجابي، بشكل يساهم في إعطاء المعلومة الصحيحة في وقتها، حتى نعطي مع الشائعات ونغذي الشائعات وبالتالي ينعكس ذلك على الجميع. إذا أنتم في رأيكم يجب أن يكون هناك مكتب إعلامي لكل جهة أمنية موريتانية حتى يتعاطى مع الصحافة والإعلام؟ نعم، يجب أن تكون هناك مكاتب إعلامية وهناك مستشار إعلاميون داخل أجهزة الاستخبارات الموريتانية، أن تتعاطى مع الصحفيين بإعطائهم على الأقل المعلومات التي تفيد، لأن ربما تكون هناك معلومات سرية لا ينبغي نشرها، ولكن المعلومات
إذا ما كانت هناك مغالطة للرأي العام قد تشوش عليه، أو هناك شائعات قد تكون لها ردود سلبية على المجتمع وعلى الدولة وعلى علاقاتها وعلى استثماراتها وعلى يعني كل حال استقرار البلد بناها. يجب أن تكون هذه المؤسسات على وعي بذلك. كذلك على الإعلاميين وهم يتناولون مواضيع حساسة كهذه يجب أيضا أن يكونوا يتحلوا بالمسؤولية المهنية وأن يكونوا على مستوى يعني الذي ينبغي أن يكونوا عليه، لأن التعاطي بهذا الشكل من الفوضى والتعاطي بهذا الشكل من التعتيم وغياب المعلومة الصحيحة إنما يتيح لنا أن نخلق فضاء على كل حال فضاء مترقبا سلبياته أكثر من إيجابياته. إذا ما هي في رأيك ما هي أبرز التحديات الأمنية التي يواجهها الصحفي اليوم في موريتانيا؟ التحديات الأمنية على كل حال أنت تعرف أنه هناك الصحفي عندما يريد أن يتناول مع القضايا الأمنية بالذات يجب على الصحفي أيضا أن يعرف أن هناك بعض المؤسسات الأمنية والمؤسسات العسكرية يجب أن يتعاطى يتم التعاطي معها بشكل حذر. نعم. لأنها على كل حال هذه مؤسسات على كل حال لها تعتمد السرية في أغلب عملها وطبيعة عملها يعتمد يعني هذا المنهج، وأيضا لها أبعاد استراتيجية ولها أبعاد تقوم عليها مكانة الدولة قوة الدولة أو ضعفها. بالنهاية تخدم مصلحة المجتمع مصلحة العامة، وبالتالي يتم التعاطي معها على أساس أنها مصلحة عامة مشتركة للجميع، وبالتالي يجب أن لا يطغى الرأي ونحن نتناول قضايا المؤسسة العسكرية على منطق الإخبار. يعني أنت تعرف أن الرأي دائما يكون فيه موقف، وبالتالي حتى المعلومة التي ستصدر يجب أن تكون معلومة تفيد الشأن العام، بالتالي لا ينبغي إعطاء معلومات المؤسسة العسكرية ولا حتى المؤسسات الأمنية بهذه الطريقة من البساطة العشوائية وهذه العشوائية. مواقعنا خصوصا مواقع الإلكترونية، طبعا تعرف أن الموقع الإلكتروني يمكن يفتحه من هو موجود في واشنطن ومن هو موجود في ألاج ومن هو موجود في فرنسا. إذا ما طلعت معلومة الآخرون يعتقدون أن مؤسساتنا مؤسسات إعلامية أنها مؤسسات مهنية وأنها كذا وكذا وكذا، أحيانا يعتمدون عليها في بعض المعلومات وتكون ويؤسسوا عليها موقف ويؤسسوا عليها يعني أشياء قد لا تكون صحيحة. إذن المشكلة اليوم في المصداقية. على كل حال هناك مصداقية وهناك ضرورة لمسألتين، أولا أن يكون إعلامنا على مستوى ما نحن فيه وعلى يعني وأن يكون إعلامنا على مستوى التحديات التي نعيشها، وكذلك أن يكون هناك شكل من أشكال التعاطي الإيجابي ما بين المؤسسة الإعلامية والمؤسسة الأمنية خصوصا في طرق هذا النوع من المواضيع. أعتقد أن تجربتنا في الأسابيع الماضية كان علينا أن ندرسها بعناية، لأنها في الحقيقة نحن كمتابعين لما ينشر وكمتابعين لمشهد بشكل عام في الحقيقة اكتشفنا على أنها تجربة الحقيقة كانت تطلب الكثير من المهنية وكانت تطلب الكثير من تدقيق المعلومات، وبالتالي أعتقد أيضا أن يجب أن تكون يطور. أعتقد أن هنا يجب أن تكون هناك دورات تكوينية للإعلاميين في طريقهم وهم يتناولون هذا النوع من المواضيع وهذا النوع من القضايا. ما هو تقييمكم للساحة الإعلامية؟ هل تتعاطى مع الخبر بشكل موضوعي وبشكل جيد أم العكس؟ على كل حال تجربتي التي تزيد على 20 سنة في العمل الإعلامي والحمد لله أعطتني الانطباع بأن ما نشاهده وما نتابعه اليوم عبر وسائل إعلامنا يتطلب الكثير من الدقة والكثير من المهنية والكثير أيضا من معرفة الحالة التي يوجد فيها البلد، وبالتالي في الحقيقة الواحد يكتب ولن يكتب عناوين مغلوطة، يكتب عنوانا مغلوطا من أجل يعني من أجل الإثارة استجلاب استقطاب القارئ، فإذا به لا يكتب معلومة مغلوطة كذلك يستهدف الأشخاص وبالتالي لا هناك استهداف كبير للأشخاص والشخصيات، يعني هو الحقيقة إعلام تنقصه المهنية بعض الضوابط يحتاج تنقية بالدرجة الأولى، بالتالي يجب أن لا يدخل في ميدان الإعلام لأنه أصبح وسيلة خطيرة إلا من له قدرة على دخول هذا المجال الذي يجب أن يكون ملما بأبجدياته وبأساسياته. مدير مركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية السيد محمد سالم ولدة، شكرا لك على هذه المعلومات القيمة وشكرا لك على قبول الاستضافة. شكرا بارك الله. إذن أعزائي المشاهدين بهذا تنتهي فقرة الحدث الأبرز لهذه الليلة، نعود إلى محمد بلال واستكمال ما تبقى من النشرة.